فوالا كيما راكو تشوفوا الشيرات. ايوا درت عشايا في الفطوري في الطبيعه. فطوري هو غدايا، حنا الفطور نقولوا لها، حنا الغدا نقولوا لها الفطور. فوالا كيما راكو تشوفوا غير شاولا الحاره شويه بارد، راهي الشمس خداعه كيما نقولوا. اي اي اسكو النار راهي منا باش نشوي هاد الفلفلات. هادو بغيت نطحنهم، بغيت نديرهم هريسه الشيرات، يعني هادي ما تقولوش بلي راهي محروقه. فوالا يعني هاي لا نقشرها، راكو عارفين مع النار يعني تكحل وطيب في الساع. شوف نقلعها صايي، انا نبغي نديرها كومين صوص هكا. وهاد الحرور ماشي حار بزاف. راني يعني السلام عليكم حبايبي، كي راكم دايرين جيستر كي راكم معايا. اليوم كيما راكم تشوفوا بغيت ندير فطوري في الطبيعه ان شاء الله، غير شويه يعني راه شويه الريح والحال بارد ما نكذبش عليكم، بصح حتى خطره راهي تجي الشميسه، قلت والله العظيم نبروفيتي يعني نشوي شويه تاع الدجاج، يعني نشويه في الباربيكيو كيما راكم تشوفوا. وعندي واحد الطريقه يعني سهله ميم ليكم نتوما بالكرتون تاع البيض كيما راكم تشوفوا. يعني هذا شاربون، هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هذا يعني الفحم كيما نقولوا احنا الفحم. وهنا من التحت يعني درت واحد درت ثاني كيعيطوا له هذا الكرتون تاع البيض، وهنا درت كالعيدان تاع الشجر يابسين، باسكو راكو عارفين باللي الدجاج يدي شويه الوقت، ماشي كيما المرقاز وماشي كيما الكفته. المهم يعني هاد الطريقه بغيت نشاركها معاكم، ساهله الشيرات ماهله هكا، وتولوا ديروا باربيكيو ساهل، ما تعيطوا حتى لواحد. كيما راكو تشوفوا غادي نشعله، يعني كي يشعل من يشعل الكاعط يعني يشعل معاه اوتوماتيكمون الاخر الفحم، يعني ساهله ما نكذبش عليكم. غير شويه الريح كيما راكم تشوفوا، شويه الحال بارد ما نكذبش عليكم. ايوا هذه هي صافي لونطون هكا راه في خاطري الدجاج هكا مشوي. اي وصبت النو وصبت راكو عارفين، اي قلت اليوم ان شاء الله نشاركه معاكم. فوالا الشيرات كما راكم تشوفوا، يعني النار راهي بدات تشعل، وانا ما بغيتش يعني ما بغيتهاش الاخرى، راني خطره راني نطفيها غير باش هذاك الفحم يعني يدخل لها النار غايه. وراكم عارفين الدجاج يطيب في الساع. ونسيت يعني بغيت نوجه تحيه كبيره الجزائريين اللي راهم يشوفوني، والمغاربه وسي والتوانسه وكاع الناس اللي راهي تشوف فيا. كنت مقلقه شويه قبيله كما راكم تشوفوا، يعني هنا بغيت شويه نقيه هكا النار شويه. يعني هذه الطريقه والله لا ساهله وتنفعكم، غير قردوا هذوك يعني نتاع الاخر نتاع البيض، يعني الكرتون تاع البيض كاع ما تقيسوش، يعني ينفعكم بزاف وحاجه طبيعيه ماشي برودوي كيميك ولا شي حاجه. وقعدوا معنا الشيرات. فوالا الشيرات هذا هو الدجاج تاعي، شوفوا كي درت له، يعني قطعته وعطرته. تو كنقول لكم يعني باش عطرته غير طغيت بيلاه طاب نو 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 باسكو اون ليف سا ايتان سا ايتان ايتان فوالا باش ما تنحرقليش. يعني تكون نقول لكم واش درت له، كيما راكم تشوفوا لهنا يعني درت له الزعتر، درت شويه الزيت، درت الزعتر يابس، القصبر يابس، الثوم اليوم خدمت غير باليابس الشيرات، الثوم شويه، حرور شويه، كركم شويه، سكنجبير وفله حمراء ما درت لا موطارد لا والو، يعني بغيت نديره على بغيس كيما راكم تشوفوه. صافي لونطون راني نقول نديره وما درتهش باسكو الحال كانت النوده لا حاليتو، وجا وقتها ان شاء الله. فوالا كيما راكم تشوفوا سمحوا لنا يعني اللي راه يتوهم، وما نكذبش عليكم بغيت نشوي شويه تاع الفلفله، بغيت نديرها هريسه مع الجويه. هيا لا بغيت نشويها نبروفيتي لوكازيون باش تجي فيها ديك البنه نتاع الحطب
فيكواتو. فوالا كيما راكو تشوفوا نبروفيتي لوكازيون هاكا نديرها. جيسبر يعني تعجبكم هاد لا فيديو، قعدوا معايا حتى لتالي شيرات ما تروحوش. فوالا كيما راكو تشوفوا الشيرات. ايوا درت عشايا في الفطوري في الطبيعه، فطوري هو غدايا، حنا الفطور نقولوا لها، حنا الغدا نقولوا لها الفطور. فوالا كيما راكو تشوفوا غير شاول الحر شويه بارد، راهي الشمس خداعه كيما نقولوا. اي اي كل مرة هي منا باش نشوي هاد الفلفلات. هادو بغيت نطحنهم، بغيت نديرهم هريسة الشيرات. يعني هادي ما تقولوش بلي راهي محروقة، فوالا يعني هاي لا نقشرها راكو عارفين مع النار يعني تكحل وطيب في الساع. نقلعها صايي، انا نبغي نديرها كومين صوص هكا. وهاد الحرور ماشي حار بزاف، أنا ديجا شريت منه، تما تجي كي شي سلاطة مشوية هكا وحارة شوية. ومين نشوفو النار هكا قوات نبلعو هنا هاد المقطة هكا فوالا باش تعرق لنا شوية. كيما راكو تشوفو الشيرات حقكم في الجنة إن شاء الله. نيفي راهي سيغ، إلا ما قدبتنيش لاكريب على هاد هذا الدجاج. فوالا تعرفوا من وين تا ماكليناش هاكا الدجاج، من موات سبتمبر ديرني. من بعد ولات تصب غير منو، من البلاصه اللي فيها تصب منو بزاف، غير ما مسلطه منا الله يستر. فوالا تعرفوا وحده الريحه الشيرات راهي تطلع منا، مراها بين يديكم. هاد لاصوص اللي بقات لي نتاع هاد لاصوص اللي بقات لي خطره ندير هكا غير باش الدجاج تاعي يجيني شويه مشمخ. فوالا ندير شويه ثاني في الفلفله. فوالا غير شاولة هاد الدجاج كامصا يبغي المقابله، ما يبغيش تاع تروح وتخليه هكو. وضربت فيها من قوات النار، يعني قوات النار يليق نحبسها نغطي كما راكو تشوفوا. بس كي نغطيها تحبس. فوالا نعاود نحل عليها، بغيت نقلع هاد الفلفلات صايي نطابو. يعني طابو بحاجه من الفور شيرات. وهاد الطوماطيشه كاين طابت. هادي صايي كنا نغمهم شويه نغطيهم. النار كي هاجت هادي يقلها غير الفطا يما، هادي نقلها غير لقطه. راكو تشوفوا يعني لي فين تاع الكرتون تاع البيض شي يدير يدير حاله. فوالا الشيرات، نتمنى يعني تكون عجبتكم هاد لا فيديو، ونتلاقوا من يطيب الدجاج نعاودوا نتلاقوا باش ما نطولش عليكم بزاف. كما راكو تشوفوا الشيرات ها هما الفلفله تاعي والطوماطيس والجويه. فوالا راهم طابو نقيتهم ايتو، دروك غادي كلشي نديره لداخل. هادي يعني بغيت ندير كي الهريسه هكا. هنا راكو تشوفوا درت حبه تاع زيتون خضر، هنا فلق تاع ثوم كبير، وهنا لي طوماطيس تاعي والفلفله بيان سور. تعرفوا واحد الريحه تاع الباربيكيو راهي تطلق حاجه من الفور. والدجاج تاعي يعني راه برا راهي غطيته وراه يطيب يعني غير في غرضه باسكو تحمر بيان كوميل فو. وهنا يعني في العطريه باغي ندير شويه نتاع قد مغرف نتاع مغرف يعني هكا ماشي كبيره بزاف تاع كرويه. هنا شويه ليم نديرو الافا ان شاء الله. طاحت لي حبه تفدي لي المروريه يعني نتاع الاخر. هذه
الوحي هنا نقدر درك فوالا، يعني هنا نديرو شويه نتاع الليم وشويه نتاع الخل، تكون نجيب على لافا ان شاء الله ندير الخل والملح ثاني نخلي حتى لافا، تكون نولي معكم نطحنها ونولي معكم الشيلات. فوالا كما راكم تشوفوا الشيلات، يعني الفلفله نتاعي ها هي لطحنتها، شوفوا كيفاش جات، يعني ما بغيتش نطحنها بزاف حتى تولي كي لا بيغي، فوالا غير هكا يعني نقدروا نرفدوها. راكم شفتوا يعني درت غير الكرويه والليم، وهنا درت جوج مغارف نتاع خل، جوج مغارف نتاع خل، وغادي نحط هنا كلش زيت زيتون، ما بقاليش بزاف الشيلات، بقات لي غير هذا المغرف هو باسكو هو يعطيها الكو، ما عليش تنشري، ما بقاتليش بزاف مي فوالا، يعني تجي حاجه من الفور. انا يعني هذه هي طريقتي في تحضير الهريسه، يعني كي ديروا لها الزيتون الشيلات يعني تطلق واحد الكو مطردك، تاكلوا تعاودوا فوالا، يعني شوفوا كيفاش تجي. ومن بعد نديرها في دي بول هكا، وما نكثرش في لي بول باش ما نبقاش باش ما يقعدليش بزاف حتى يخسر ريتو، وكي نبلعها مليح يعني تقعد حتى لمده شهر. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا الشيلات، هذا هو فطورنا اليوم، يعني حاجه من الفور، والفلفله تاعي ها هي لا، والدجاج تاعنا كيما راكم تشوفوا طابه لا بغيز، حاجه من الفور، درت معاه غير ان تي بو تفخيت وبزاف. يعني نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو وتجربوها ان شاء الله من تحمل الحال، بيان سور الناس اللي عندهم لاكسي باش يديروا باربيكيو، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس، والناس الجدد نقول لهم مرحبا بكم، والتوعي القدم نقول لهم ربي يحفظكم وكاع يحفظكم ان شاء الله. الي بسلام عليكم.